وعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته لقرية ترابين الصانع بنقل مسؤولية سلطة توطين البدو تحت إدارته والاعتراف بعدد من القرى العربية في النقب. أنا مفتيح هذا الدبار أميتي. أنا لو كأخذ ذا إلي. أنا مبين شيش بو بايا. أنا مبين شيء إفشار لامشيخ كخ. أنا أولخ شنوت ذا من الكتل كتل. אנחנו נשנה דברים אצלנו. אני אבקש גם מכם לשנות דברים אצלכם. ביחד נעשה יישובים מוסדרים, מודרניים, עם כל השירותים, עם חשמל, עם מים, עם ביוב, עם תקשורת, עם בתי ספר. מה יש? כל כך מסובך? לא מסובך. ונעשה את זה יחד. אני לוקח על עצמי לעשות. אני לא הולך להעביר את זה, לא בקואליציה ולא בשום דבר. جاءت زيارة نتنياهو في ظل استمرار إبادة المحاصيل الزراعية واستمرار هدم البيوت، الأمر الذي أدى إلى مقاطعة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب للزيارة الانتخابية. أولا شيء أحسن شيء نفضل أنك تواجه رئيس الحكومة وتطالب منه كل طلبياتنا بما فيها نوقف الهدف وسجل في الأرض وزراعة الأرض كلهن، نطلبهن مباشرة. اليوم هو في وضع يعني لا يحسد عليه من ناحية انتخابية، هو اليوم بيحاول يبحث عن كل صوت، واليوم احنا بنقدر نقرن مصالحنا في مصلحتها الشخصية اللي هي شرطنا الوحيد. ما عندنا اي حدود، ندعم اي مرشح في دولة اسرائيل على اساس انه يقوم بوقف تجريف الارض وهدم البيوت وتوسيع المسطح القرى تبعنا. انا اللي بتطلع فيه انه رئيس الوزراء بيبي نتنياهو ولا مرة جاء عند البدو في السنين اللي فاتن وتعهد لهم، المرة هذه جاء وتعهد، وإحنا أجونا كثير وتعهدوا وأعطيناهم صوتنا ووقفنا معهم وما سوونا شيء، وبنتأمل إن يسووا، وإذا ما سوى نعتبرهم بنعتبر زي اللي فاتوا. زيارات نتنياهو للبلدات العربية في البلاد مستمرة لاستقطاب أكبر عدد من المصوتين لحزب الليكود الحاكم، وهناك من يتناسى قانون القومية العنصري وعشرات آلاف البيوت التي تم هدمها خلال سنوات حكمه الطويلة.